جراني كم مرة قلت لك بكفي تهربين؟ خليكي هيك قاعدة وتفرجي معنا باللعبة. لما يجي عندي الحرام احكي لي مش تهربي. كل عام وانتم بخير. اليوم معكم ابو حسام وشخصيا. واليوم برضه حنلعب لعبة طلبتوها مني كتير اللي هي واحد حرامي مجنون هارب مستشفى مجانين جاي يخطفنا ويعذبنا نفس جراني نفس هاي. وجراني حتلعب معنا اليوم نشوف مين احسن هي ولا هذا. يلا نبدأ. أغسطس 1999 اللي الأمريكا. أوكي أنا أكبر من اللعبة من هذا الأربع سنين. مش معلومة مهمة أبداً. طيب عندنا ورقة على الباب مكتوب عليها توم من فضلك اجمع البيض وخذهم إلى هاري. أنا ووالدته سوف ننضم إلى فريق البحث. لم يتم العثور على بيلي وإيما بعد ملاحظة. تمت معالجة المنزل من النمل الأبيض. أخذ الليلة في المقر الخاص بك. كن حذراً ولا تبتعد لوقت متأخر جداً. أحبك أم. شكراً يا أم إيمي. ها هذا بيلي وإيمي مخطوفين ضايعين مفقودين ما في حد يعرف وينهم. طيب إحنا شو بدنا نعمل؟ بدنا نطلع برا هذا البيت. ألو 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 Hello, where are you? How are we? I'm breath, really. As usual? Yeah, my mom just asked me to give you a dozen eggs before she dumped me. بدنا نعطي بيض لهذا الأهبل. What do you mean? شو هذا الرمز؟ Just kidding. Never mind. I'll be there soon. شو هذا المكان؟ Roger that. I'll meet you back in quarters. في سيارة. واو كثير حلوة. في صوت دجاج. الدجاج معناه بيض. والبيض معناه 12 بيض نعطيها لهاري. تعال يا هاري. هذا وعاء بيض. أوه بيض بيض بيض. سبحان الله سبحان الله. الدجاج أعطاني 12 بيضة بالضبط. يعني ما أعرف يعطينا 3-4 بيضات زيادة ولا ما في. طيب هلا بدنا نعطيه لهاري. كيف نروح عند هاري؟ استنى خلينا نشوف هاي شو فيها. لم يتم العثور على مريض العقل يهرب مصحة ليكويتش. علامات غريبة في الحي. من هو المؤلف؟ احنا في واحد مريض عقلي هارب من المستشفى. طيب مين بكون هذا الهارب المريض العقلي؟ نطلع برا نحط البيض ونروح على بيت الشجرة على المقر تبعنا. انا بالطريق على المقر تبعنا. طلع لي المجنون خطفني. انتوا هيك كلكم بس بتخطفوا على السريع؟ بتفهم معي نحكي اهرب منك تهرب مني اي اشي. في هنا نقطة ضعف. في عنا حجار. والحجار على نقطة الضعف تساوي خشب مكسور. هنشوفي ثقب. في مسامير هناك. لشو المسامير؟ في فأس. فأس. طيب وينك؟ ولا شو اللي فايند يو؟ ولا هاي هذا ايوه هناك. طيب 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 ما نخاف منه. احنا ما بنخافش من حد كالعاده. نروح على وين. هاي هاي روح حيوان. طيب خلينا نروح ندور على اشي تاني نعمله. ممكن صبر 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 صبر. انا بعرفش ايش باللعبه هاي. اصبر شوي يا اخي. وين اروح وين اروح وين اروح وين اروح؟ وين حيجي؟ اش 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 اجي من هناك. اوكي اجي من هناك. طيب انا حروح من هنا خلاص. حل عني يا زلمه ما ازنخك. طيب 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 هيو هناك ما شافني. خلاص خلاص ليش اللحن لهلا موجود؟ خلاص صراحة الرجال شاكوش. اخذت شاكوش. طيب الشاكوش بدنا ناخذه. شو نعمل بالشاكوش؟ طيب 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 مش موضوعنا مش موضوعنا. المهم نروح ندور على صخور مربوطه. لشو الصخور مربوطه؟ يمكن بربط فيها الاولاد الصغار برميهم بالبحيره فالاولاد الصغار بيغرقوا بيموتوا وبطلوا يطلعوا. او يمكن بيخلي اطفال في البئر. هناك ضوء هنا. تعال تعال. اوكي بلاش اخده. وين المريض هذا؟ شايفه يا جراني في واحد مريض غيرك. اوكي دوكي. مش لحالك المريض. ايش في صوت في صوت. انا وين رايح انا وين رايح؟ اوكي طريق مسكره. ارجع بسرعه. طيب هيو 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 هيو. راح يشوف الاولاد الصغار. راح يشوف الاولاد الصغار. لا ما راح يشوفهم. طيب 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 في درج هناك ممكن. ثواني في شاي. اوكي بدأش اشرب شاي. طيب
تخبط 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 تخبي. اوكي انا ذكي ولعيب. شكرا. يلا روح. طيب هيو راح الدرج. اطلع على الدرج. اطلع. اوكي بدي احرك الدرج. الدرج ملبوس بالجن. طلعت الدرج. هيو تحت هيو تحت. شو هاي المسامير في السبوره؟ هاي مش سبوره على فكره. سمعني سمعني سمع 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 سمع, سمع. طلع 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 طلع. احنا بدنا نروح نرجع. انا اسف. انا باي باي. خلينا نحط الشكوش هان شوي. شو بدي اعمل؟ قفل. اكسرها بالشكوش. تعال تعال. اوكي طب معي. طيب معي معي شيء ما. معي شيء ما بايدي. ليه ما بده يكسر شيء ما بالقفل بالمفتاح بالشاكوش؟ طيب طيب شو في عندنا؟ ما لا اجى اجى اجى. بقدر ينزل بقدر ينزل بقدر ينزل. ما بقدرش ينزل. اهبل يا فاشل. اوكي هضلك لف حوالي. يعني شو هسوي لك؟ هطلع فوق هطلع فوق بسرعه. مش حيجي صح؟ مش راح يجي. يا زلمه مش وقتك تتصل. بتحرك الصندوق والله. تحرك لحاله. اجا. انا مش هون. اطلع برا. هي هي دني هي دني هناك. طب شو عمل؟ كيف اكياس بلاستيك؟ يمكن حاط فيهم الولاد الصغار عادي يعني. خلص اطلع برا انت. روح انقلع يلا. عزل عزل دراجة. طيب انا شو حامل؟ انا وين حطني؟ حطني بالقفص. اي واحد اثنين. انا هيني هاي على فكرة بتحكي فايلد وانا هيني. حخبطك حخبطه. طب شو اسوي انا؟ اضل اتمرجح يعني؟ والله لا 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 مش قدام عينه. طلع قدامه بالضبط وقعت. سبحان الله شو هالتخلف هذا. ما لقاش يفتح غير قدامه. سبحان الله. عصفور في القفص ولا عشرة على الشجرة. شو دخل بعرفش. بس خلينا نشوف شو في عندنا اغراض هلا. هاتها بسرعه. تعال. اوكي حيجي 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 حيجي. بعرفش ليش بس حيجي. حاسس هيك انا. الحمد لله اني ما طلعت لانه كان. هيو هيو اجا اجا اجا. ايش في ايش في؟ هي هي ولا واحد حيوان. خلينا نروح على بيت الشجرة. اوكي حلو هربنا على بيت الشجرة. بيت الشجرة في عنا شجرة وبيت عليها. طيب هلا بدي اروح عند صاحبي صح؟ هروح عند صاحبي. اوكي صاحبنا هاري الذكي بده منظار وبطارية وحبل ومسمار وعلبة ومطرقة. علب علب ومطرقة. طب المسامير المسامير كانوا بأول اللعبة في الباب الأول بس الباب كان مسكر بقدرش ادخل عندهم. بعرفش بنلاقي لنا طريق كمان شوي. هلا هدول الباقيين بدنا نروح ندور عليهم. طيب انا ضايل لي موته واحده بس. قلب واحد فوق. اخ بقدر اصيد. اوكي اتوقع لازم السناره بس وين نجيب سناره؟ بعرفش. طيب اوكي وصلنا على المنشره. طيب شو في عندنا بالمنشره؟ منشره لا اسمها منشرة اسمها بعرف شو اسمها اصلا بس اسمها خلاص منشرة. هيو سبحان الله يعني هيك على طول قاعد في خلقتي يا اخي. روح شو بدك مني يا اخي. هدول العاب بحس عاملينهم عشان يستفزوني. بس مياو. ايش اللي صار ايش اللي صار؟ صبر صبر صبر. اول اشي في قطة بدها تخلع عيني. كيف يعني بس تخلع عيني؟ مش منطق.
ما الذي يحدث هنا؟ طيب حطلع، بدأش أهرب، بدأش أهرب من مكان. طب هيك غش، هيك غش، والله غش، والله غش يا ولد، يا ولد، يا غشاش، يا حيوان. أوكي أنا بعرف أهرب، بعرف أهرب. لا لازم أهرب من هان، لازم أهرب من هان، من فوق ال... أوكي هيو تعال. هربت، يا الله هرب معي هو كمان. سبحان الله، عشان هو طلع برا ففتحت هاي. ما ازنخكم، ما ازنخكم، عن جد عن جد عن جد بايخين، بايخين جدا. هات هات حجر، خلينا نفقع في راسه اول ما نشوفه. تعال 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 خذ. لا يا حيوان، يا حيوان، يا حيوان، كله منك. عيد من اول وجديد. وهي السنارة جوا، كيف بدي افتحها على هاي؟ طيب بالبيت هاد كيف بدي اجيبه؟ تعال افتح. طب يمكن لو ارمي اشي هناك بقدر افتحه. نرمي الحجر. واو يا اخي انا لعيب، لعيب ذكي. اوكي دخلنا جوا واخذنا سنارة الصيد. هلا خلونا نروح نصيد سمك على السريع. اوكي كان في بسة قبل شوي اللي بدها تخلع عيني، بدنا نطعميها السمكة عشان تبطل تخلع عيني. وين راح المكان الصيد؟ هيو. اوكي بسم الله يلا نصيد. هاي بتصيد. اوف اوف كثير سريعة هاي. خلينا نحط السمكة في البسكليت. ادخل يا سمكة. خلينا نحط السكين كمان في البسكليت لأنه احنا ما بدنا اياها هان. تعالي ادخلي. هلا بدنا نروح نحكي مع هاري. مرحبا هاري. اسكت. اوكي بدك هاي. اوكي خذ. اوكي بدنا هلا مناظير، بطارية، حبل، مسامير، علب. مسامير قلنا في الباب الأول. تعال نروح على 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 المنشرة. وصلنا على المنشرة. وفين البسة؟ البسة بدنا نطعميها السمكة. تعال يا بسة خدي. اوكي اخذتها. باي باي باي. اوكي شو عندك انت؟ شو مخبية؟ اوه مناظير. نروح على البسكليت، نحط المناظير، ندور شوي في المكان البناشير اذا في اشي ثاني ممكن ناخذه معنا. اوه دخلت المصنع. السلام عليكم. لازم ادخل جوا فلازم اشيل هاي الخشبة. لازم اشغل المنشار. تعال. طيب لا 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 افتح افتح. اجا 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 اجا. سبحان الله سبحان الله، حظي حلو، حظي حلو يا جماعة. الباب فتح باللحظة الأخيرة. خلاص خلاص روح روح. خلاص 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 شغل المنشار. بدرش شغل، بدرش شغل المنشار. كيف بشغل المنشار؟ كيف بشغل المنشار؟ في خط كهرباء اكيد. الخط الكهرباء يعني هان صح. اوكي 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 اوكي. باي 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 باي. في خط الكهرباء بيمشي لهناك فبدي اروح يمكن من هان افتح خط الكهرباء. في هاي بقدر اكسرها. زي الزفت يا هاري. طيب بدنا نلاقي هلا الحجر عشان ندخل نكسر الطريق ونكسر. هاي السلك بوصل ل زيح انت. مولد غاز. بدي احط، بدي احط غاز، غاز. بدنا بنزين، من وين نجيب بنزين؟ طيب خلينا نطلع برا، خلينا نروح ندور على بنزين في مكان ثاني لانه انا لفيت المنشره كلها ما في شيء اسمه بنزين. خلينا نروح الشجرة. بس بدي ازت هذا الزفت هان هيك وارجع اروح على المزرعة. مزرعة كم؟ اوكي كنا بالمزرعة احنا. خلينا اوكي ضل المدرسة ما رحناش عليها. وصلنا على المدرسة و ندخل جوا. يلا مسكر الباب. ليش يا معفن؟ مدرسة حلوة، مدرسة حلوة. اتوقع كل اللي بيحضر فيديو برضه بيوافقوني الرأي انه مدرسة حلوة. هات ايش هاد؟ ايش اخذت؟ مخلل. مخل مخل. شو المخل؟
شوف احنا اي شيء ما بنعرف نشوف نرميه جنب البسكليت بالضبط عشان ممكن ناخذه معنا بالترويح بس نطلع من المكان. اجا 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 اجا, أجا. طيب تعال 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 وينه؟ انا متخبي, انا شجره, انا شجره. اوكي اجا اجا, راح عند المخل, راح عند المخال الاهبل يا اهبل, انا هيني هان. طيب شوف يا عنا بالمدرسه في كره سله, تعال نلعب كره سله. جول في هن اشي بضوي, في عنا مفك البراغي. صاحبي كان بده مفك براغي ولا ما كان بده مفك براغي؟ لا ما كان بده, فمفك البراغي راح نستخدمه لشيء ثاني. فشو هنسوي فيه؟ حنرميه عند البسكليت, نحط المفك جنب المخل او لا نحطه بالدراجة. نروح نروح, كان في اشي هناك اتوقع على الرمل. اها جهاز تحكم تبع سيارات العاب. اوه كان في سيارة العاب باول مكان في اللعبة. تعال تعال يا حبيبي تعال نروح نلعب بالسيارة شوي. خش انتهان. طيب شوف عندنا كمان اشياء بالمنطقة هاي. اها في دراج, كيف نطلع؟ اوه درج, بدنا نخبط الدرج هذا عشان نوقع الدرج اتوقع, ما في عندنا حل ثاني. طيب شو نخبطه؟ بكرة القدم. تعالي. اوه والله يا اخي اخي والله اني ذكي, والله اني ذكي. لا 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 والله اني ذكي بس مش عارف شو اعمل. في هناك درج ثاني, طلعوا 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 طلعوا. مفكرين حالهم اذكى مني وبخبوا الدرج هناك بس انا راح اجيبه. اعطيني كرة سلة. انزل, ايوه اطلع فوق. اوقع. اوه كسرت الباص. طيب شو في فوق الباص هلا؟ اطلع فوق. اوه حبل. معي سكين, انا معي سكين صح. جبتها 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 يا اخي جبتها. انا ذكي يا اخي والله ذكي. هو اظن نسي انه احنا بنلعب معه في اللعبه ف نسينا. اوكي قطعت الحبل, صار عندنا حبل. تعال خش هان المخلل, خليه هلا تعال نعطي الحبل للورد نرميه على الارض. الحبل خليه هان. تعال انت على المدرسه, خلينا نجيب المخلل معنا. تعال ادخل, نروح على وين كانت السياره؟ مزرعه. هات الريموت, نروح نجيب السيارة. اوه شافني 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 الزفت, شافني بس مش حيقدر يدخل, مش حيقدر يدخل معي. يا تافه. طيب خلينا نلعب بس انا عن جد بلعب بالسيارة. اوه 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 اوكي لعبة السيارات. اوكي خسرنا, لازم اكون ماشي بسرعة. اوب اطلع فوق. استنى استنى استنى, انا وين لازم اروح؟ وين لازم اروح؟ وين لازم اروح؟ اوكي اوكي مسكر الطريق. نمشي من هان بعدين يسار. هاي عاملين الطريق. تعال لا تخاف. ما اخاف, بنشوف. اوه الموضوع كان كثير سهل. جبت سيارة. والله والله بالعكس, والله التحكم سهل كان. اسكت, انا مش خايف منك صراحة يعني. قعني ليش سبتني يا حيوان؟ اصبري تعال تعالي قعني. خسس والله, هو والله هو خسس, والله هو خسس فيا. ما كان في قرعني. تعالي يا حيوانة. السيارة هناك بس انا ملاحق, انا ملاحق من الحرامي. وين راح الحرامي؟ هيو هناك. اوكي تعال خلينا نتخبى شوي, بدي احكي كلمه مع جراني. جراني كم مره قلت لك بكفي تهربي انت؟ خليكي هيك قاعده وتفرجي معنا باللعبه, لما يجي عندي الحرامي احكي لي مش تهربي. طيب وين سياره رالف؟ رالف ولا هاري؟ جمل. ها جمل, هاي مش جمل يا اهبل, هاي حصان. اوكي بدي نفك براغي. فكيت الجمل, الجمل عطانا بطارية صراحة. الجمال هالأيام يعني في منها فايدة كبيرة جدا. أوه باي 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 باي.
اتوقع البطاريه كانت لهاري في بيت الشجره. ادخلي ادخلي بيت الشجره. اوكي انا ذكي ولعيب جدا. اتحدى حد ينكر هذا الاشي. بطاريه خلي هيك صار معنا كثير اغراض. طب هلا بدنا نروح على، كان بدي بنزين في المنشره. المخبأ هذا شوفي، هذا المخبأ مكان اول ما متنا، اول مكان رحنا فيه. اوه قفل، القفل يمكن اذا مش بالشاكوش يمكن بالمخلل. اها المخلل فتح. اوه اجا 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 اجا. انا مش عارف وين نزلت. لا لا شو اللي واتس ذات. اصبر يا صديقي العزيز، بالله عليك اصبر، ما تنزلش تحت. مش حينزل صح؟ لا حينزل لانه في هذا المكان تخبى فيه. اوكي 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 انا وصلت على مكان الصح. صح ولا غلط؟ باب مسكر باب مسكر. هو جوا هو جوا هو جوا. اكلنا زفت. لا 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 اها هربت. لا رجعت مكان ما اجيت، انا مكان ما دخلت هذا. خلينا نطلع برا بعدين نرجع. هيو هناك، هذا عن جد كان تحت معي. الله يبشركم بالخير يا رب. طيب حرجع انزل بسرعة، نروح على دائما هاي الطريقة الصحيحة بحس. لا 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 مش ويرد نويز. يا يا كلب يا ابن ال جراني. بعرف شو دخل جراني بس هي السبب كل اشي صراحة. لقيتها لقيتها واخيرا. فقس فقست فقستها فقس. ليش فقستها؟ شو هاي؟ انا وين؟ ووو غرف اظافر مسامير يا زفت. ناخذ الاظافر معنا، نهرب بسرعة. هيو هيو تحت. الاظافر بدنا ناخذها لصاحبنا الاهبل في بيت الشجرة. بضل بده اشي واحد اتوقع يمكن. خلينا نروح نتأكد. هاري مات. قتلوه. مات الاهبل. لساته عايش. يا ريتك مدت. كاتشب كان عم بطفح. خد خد يا زفت يا يا بتضحك يا كوميدي انت. طيب ضايل هلا مناظير عندي، بطاريه عندي، حبل عندي، علب علب علب. من وين علب اجيبها؟ طيب نروح هلا على مخبأ. ضايل لي بنزين. بنزين وين البنزين؟ انا ما شفت بنزين لهلا صراحه. اوه هيو. لقيته على السريع. طيب حط بنزين هان، نروح على منشرة ونشعب بنزين. وهلا هاي اشتغلت واخيرا. هلا بدنا نروح على وين راح؟ ندخل جوا المصنع. وين جوا المصنع؟ نطلع فوق. هلا هاي اشتغلت واخيرا. الخشب انقسم نصين. باب 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 باب. في مقص في مقص. لا 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 مش ويرد نويز. لا 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 اهرب بسرعة. راح يجي. اجاني من باب اللي بفتح فيه قاعد. سبحان الله. وين اروح وين اروح؟ هل بقص هل بقص هل بقص لشو؟ مدرسة كان فيها سور بقدر اقصه بالمقص، والمقص هيو بايدي هلا. فيلا نروح على المدرسة بسرعة. طيب نروح عند السور هذا، نفتح السور، ناخذ هاي العلب، العلب واخيرا لقينا العلب. خلصنا اللعبة، خلصنا اللعبة بكل سهولة من أول مرة كما عودنا لكم. طلعت روحي هاللعبة والله كثير طويلة. اوبا تعب بسكليت. روح عند الشجرة بسرعة. تعالي يا علب. نروح نعطيها لهاري العبقري اللي اعطاني المهمة الزفت زي راسه. هاي خد خد خلصنا. شو عملت؟ اوه ماي جاد يا انك حقا ذكي جدا. اوف كيف فكرت فيها؟ مش طبيعي انت. واو 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 مش طبيعي مش طبيعي. عبقري عبقري جدا الولد. صح جراني تعالي. Yes, you considered everything, Harry. Yeah. Well done.
كان في لعبة المهرج مهرج على هيو ديث بارك. طيب اوكي انكم تناموا. شو الهبل هاد؟ شو اللي صار؟ صحينا من النوم. هاري مش موجود معنا بالغرفة. الباب مقصوص بالمنشار. هاري ورا. اوه الفخوخ كلها معطلة. يا هاري ولك يا هاري، وين رحت يا هاري؟ خطفوك يا هاري. الشمس طلعت. وين راح؟ اوه فأس. الفأس كان في المنشرة. لا اوكي انسى الموضوع، في المخبأ. طيب تعال. وصلنا. هلا يكون ماسك هاري. انا حاخذ معي حجر احتياط. ولا حجر راحت؟ اوكي تعال. وينك؟ اوه هيك على السريع. وين حجر بايدي؟ كان في معي حجر. ايش هاد اللعبة هاي؟ خلاهم العاب كيف هيك؟ ها؟ هاد ساحر عن جد؟ لا شو صار فيهم؟ بدي اشوف. طيب مازنخهم مازنخك انت كمان. بس على الاقل انت لعبتك بتخلص من اول مرة، ما في عندك تبع صح؟ هيك بكون خلصنا لعبتنا اليوم، وبكون خطفوا هاري. الحمد لله انه خطفوه، لانه صراحة كان مستفز، لانه بس كان مستفز وخلص. ان شاء الله تكون عجبتكم اللعبة، واكتبوا لي بالتعليقات اذا بدكم نكمل القصة ونشوف شو راح يصير بهاري وباقي الشلة الثانية. رمضان سعيد، كل عام وانتم بخير، مع السلامة، نشوفكم بالفيديو الجاي.